حيدونا يستعدون مشاهدينا الكرام الزملاء في اللجنة المنظمة لسباقات الإجن لانطلاقة هذا الشوط، على أن تكون هذه الانطلاقة سليمة وموفقة بحول الله تعالى. على بركة الله إذن مشاهدينا الكرام تبدأ انطلاقة هذا الشوط، والكلمة والميكروفون تنتقل مرة أخرى للزميل حمد الزابي. إذن حفلنا الكريم، شكرا مرة أخرى للزميل سعد العتيبي. حفلنا الكريم متواصلين، إثارتنا كذلك متواصلة، أشواطنا متتالية في هذه الفترة الصباحية، وبإذن الله في فترتنا المسائية المقبلة بإذن الله تعالى. نحن في أول في ثاني أيام هذا المهرجان المحلي الثالث، وفي مرحلته الأولى في ثاني أيامه، نعيش وإياكم هذه التحديات وهذه المنافسات في ميدان التحدي، ميدان الشحانية. بداية بسم الله نبدأ، بسم الله نتوكل، بداية بمن يحتل المركز الأول إذاعتنا بمقدمة هذا الشوط، ومن يقود مسيرة هذا الشوط ويحمل شعار مالكه إلى صدارة هذا الشوط هو اللي يحتل المركز الأول عفيف. تعود ملكيتي لراشد بن ناصر بن جبر النعيمي محمد بن سعيد الدهن ومضمر عفيف اللي يحتل المركز الأول، نقلتنا والدور على المركز الثاني. اللي يحتل المركز الثاني عقاب للسيد محمد بن حمد بن ترحيب بن نايفة، هو من يحتل المركز الثاني، نقلتنا على المركز الثالث. يصن الباز لعلي بن عبد الهادي بن عبده، ومن يحتل المركز الثالث هناك من الجانب اليمين ليحتل المركز الرابع يبدو لي شعار بن حلفان، شعار علي بن سعيد بن حلفان المري اللي هو براق كما ذكرنا لعلي بن سعيد بن حلفان المري. ومن يحتل المركز الرابع نقلتنا والدور على المركز الخامس. اللي يحتل المركز الخامس يصن في هذه اللحظات، يصلنا في المركز الخامس الريان للسيد حمد بن ناصر آل فهد النعيمي، هو من يحتل المركز الخامس. إذا حفلنا الكريم مشاهدينا الأفاضل أينما كنتم، نعود مباشرة إلى مسيرتنا وإلى قيادة هذا الشوط. القيادة ما زالت لصالح عفيف، عفيف المملوك لراشد بن ناصر بن جبر النعيمي مع المضمر محمد بن سعيد الدهن، ومن يدير عملية تضمير عفيف، وكذلك مضمر حماس اللي شهدناها في الشوط الرئيسي. ننتقل ونتعرف على المركز الثاني. اللي يحتل المركز الثاني يبدو لي شعار بن قمرة صالح بن حمد القمرة اللي هو مهند، ولكن يصن كذلك جميل لصالح بن حمد القمرة حمد بن سالم بن جهويل، هو من يدير في عملية التضمير وهو جميل بالفعل. ننتقل ونتعرف على المركز الثالث. اللي يحتل المركز الثالث الباز لعلي بن عبد الهادي بن عبده، ومن يحتل المركز الثالث ننتقل ونتعرف على المركز الرابع. اللي يحتل المركز الرابع عجلان لغانم بن فهد بن سيف الخيارين، هو من يحتل المركز الرابع، نقلتنا على المركز الخامس. اللي يحتل المركز الخامس السميت يحتل المركز الخامس، تعود ملكيتي لسعادة حامد بن علي بن مايق الحبابي، هو من يحتل المركز الخامس. إذا ندانا مشاهدين الكرام مستمعين الأفاضل للمرة الثانية على التوالي وللخمسة في المراكز الأولى المتقدمة، أدعناه على حضراتكم مشاهدنا العزيز وكذلك مستمعين الكرام أينما كنتم. نعود مباشرة لكي نرى وإياكم ونتعرف على مقدمة هذا الشوط والتغيرات.
تحصل هنا في هذه المقدمة مرة ولحظة بلحظة. إذا سألت يا مشاهدنا العزيز ومستمعنا الكريم أين موقعنا، فنحن نقطع لوحة 2 كيلومتر، يتبقى لنا 2 كيلومتر في هذه اللحظة. إذا نتعرف على مجريات هذا الشوط، والمسيرة تتخير بأول نداء لمنجز. منجز ينجز المهمة ويقود مسيرة هذا الشوط، تعود ملكيته لصالح بن مبارك الدعبة هو من يقود مسيرة هذا الشوط. وأول نداء له في ندانا، في أول ندانا لهذا الشوط. إذا منجز يقود المسيرة، تعود ملكيته لصالح بن مبارك الدعبة يقود مسيرة هذا الشوط. ننتقل ونتعرف على المركز الثاني. يصنع عفيف لراشد بن ناصر بن جبر النعيمي مع المضمر محمد بن سعيد الدهن، ويا بن الدهن كيلو ونصف الكيلو، 1500 متر ما تبقى هناك مسافة. إذا ننتقل ونتعرف على المركز الثالث. يصن البازلي علي بن عبد الهادي بن عبده ومن يحتل المركز الثالث، بينما حصل تغيير من جميل السيد صالح بن حمد القمرة. حمد بن سالم بن جهويل هو من يدير في عملية التطبير، وهنا دخول كذلك دخول مميز من عقاب للسيد محمد بن حمد بن ترحيب بن نايفة من يغير ويحتل المركز الثالث. نتعرف مشاهدين الكرام على المركز الرابع مرة أخرى. يصن الباز لعلي بن عبد الهادي بن عبده، بينما حصل تغيير على المركز الخامس. اللي يحتل المركز الخامس مهند لصالح بن حمد القمرة، حمد بن محمد بن جهويل. الكيلو المتر الأخير، الكيلو الأخير يا مشاهدين الكرام، يا متابعين الأعزاء أينما كنتم، كيلو الامتحان وكيلو الإثارة بالفعل وكيلو العمليات. نعود مباشرة إلى شعار الدعبة هناك في مقدمة هذا الشوط. منجز في مقدمة هذا الشوط، صالح بن مبارك الدعبة هو من يقود المسيرة بشعاره وبقعوده. منجز هنا في المركز الثاني، يصن في المركز الثاني جميل لصالح بن حمد القمرة، حمد بن سالم بن جهويل، شعار بن ترحيب في المركز الثالث، نعم مع عقاب محمد بن حمد بن ترحيب بن نايفة. يصن شعار سعيد بن راشد الزعبي مع شاهين، سعيد بن راشد الزعبي يحتل المركز الرابع، الرابع مع المركز الخامس مهلي للسيد مبارك بن محمد بن سرير هو من يحتل المركز الخامس. على كل حال خلونا مع منجز، مع منجز. منجز غادر يا اخوان، يا سلام. منجز ينجز المهمة بنجاح وينجز مهمة هذا الشوط بالفعل بنجاح وبأداء مميز وبعروض جميل. تهانينا مشاهدينا الأفاضل نزفها من هذه اللحظة إلى مالك منجز صالح بن مبارك الدعبة على هذا الفوز المستحق. تهنئتنا له على هذا الفوز. الناموس، الناموس يا الدعبة، الناموس. إذا ها هو منجز يصل إلى خط النهاية بسلام، معلن الفوز والناموس إلى مالكه كما ذكرنا صالح بن مبارك الدعبة المركز الثاني. لعبد الهادي بن خليل الشهواني أما المركز الثالث، فيصن عقاب للسيد محمد بن حمد بن ترحيب بن نايف أما المركز الرابع، فيصن شهيل للسيد سعيد بن راشد الزعبي أما المركز الخامس، يصل جميل لصالح بن حمد القمرة. إذا مشاهدين الكرام، مستمعين الأفاضل، النتيجة كانت واضحة وكانت بقيادة منجز الذي أنجز هذه المهمة وكذلك هذا الناموس وأهداه إلى مالكه. تهانينا، ها هي لحظات وصوله إلى خط النهاية قاطع المسافة في 7 دقائق و53 ثانية، 21 جزءا من الثانية. التهنئة موصولة لصالح بن مبارك الدعبة على هذا الفوز المستحق لمنجز الذي أنجز بالفعل. وها هو ابن الدعبة يعطي التعليمات لمنجز في اللحظات الأخيرة، شاهدنا وإياكم مع مخرجنا أحمد الحمادي. أما المركز الثاني فيصن عجلان قاطع المسافة في 7 دقائق و55 ثانية، 12 جزءا من الثانية. التهنئة أزفها لعبد الهادي بن خليل الشهواني على فوز عجلان بالمركز الثاني. أما المركز الثالث فيبدو لي أنه عقاب قاطع المسافة في 7 دقائق و55 ثانية و23 جزءا من الثانية. التهنئة موصولة لمحمد بن حمد بن ترحيب بن نايفة على فوز عقاب بالمركز الثالث. إذا مشاهدين الكرام،
ها هي الصورة الواضحة على شاشة التلفزيون لجموع هذا الشوط، وكانت الجموع حاضرة والشعارات هنا على أرضية هذا الميدان، بينما كان الناموس حليف لمنجز المملوك للسيد صالح بن مبارك الدعباء له التهنئة مرة أخرى. أما في هذه اللحظة فالكلمة تعود مرة أخرى إلى زميلي سعد بن مطلع العتيبي.